حقيقه، لان طريقه اللعب الفعاله على المرمى، طريقه اللعب اللي مش مفهومه واللي كانت النهارده عامله مساحات كبيره. خلي بالك النهارده فعلا فعلا الناس اللي كانت بتقول ان مانشستر سيتي يكسب 5-0، انا كنت بقول لا، لان اي مدرب اخر غير جوارديولا، لان جوارديولا النهارده هو استسلم تماما لطريقه لعب الانتر ابو الركب. انا من وجهه نظري عشان بس يبقى في كلمه وقدامها رد، لو من غير جوارديولا ما كانش مانشستر سيتي وصل للفاينل وخد البطوله. مستحيل مستحيل والله مستحيل. اي مدرب اخر كان يقدر يعمل ده بالسكواد ده، بالظروف اللي بتمر بيها الكور الفرق في اوروبا عموما. ريال مدريد بيعجز، خرج النجوم. بقيه الفرق الاوروبيه، برشلونه بيمر بكبوه. انت برضه لما تيجي تتكلم على طول دوري ابطال بتبص على الكومبيتيتورز اللي هم دايما بيجوا هنا. صح كده؟ تمام. بتبص عليهم، ميلان خرج من نص النهائي وميلان لسه بيتم اعاده بنائه. احنا بندور دايما على اللي عندهم التوب سكوررز. بايرن ميونخ حصل ازمه نايجلزمان وتغيير الكوتش. ايوه. بي اس جي مشروع زي ما بيقولوا عليه، مشروع انت يعني بتعدد كل الاسباب اللي تخلي ان جوارديولا لا يستحق الاشاره. لا 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 لا، انت لا لا. انت جبت اسباب من اسبانيا لا لا ومن لا المانيا ودي السبب الرئيسي اللي في انجلترا. لا بص، انا عندي مشكله كبيره جدا ودي لازم اكون واضح معاك فيها هنا. انت عارفني انا بحب اتكلم بصراحه في الحاجات دي جدا. فان دايك يلعب موسمين ممتازين جدا والاسطوره، احسن مدافع في تاريخ الكوره. احسن يا جماعه، احسن مدافع في تاريخ الكوره لما يلعب 20 سنه زي مالديني او زي فرناندو هيرو. بلاش يقول لك عشان يقول لك انت بتحب الكوره الايطاليه، او زي فرناندو هيرو مثلا يديك 20 موسم باستمراريه. تتكلم على مهاجم زي ايرلينج هولاند لسه طالع، اوه ده احسن مش عارف ايه. النهارده نيكولو باريلا، لو اسمه نيكولاس باري، لو هو انجليزي، لو نيكولو باريلا انجليزي، ثمنه كام النهارده؟ لا كويس طبعا. ثمنه كام؟ 100 مليون. 100 مليون؟ لا قليل. لو جرليش ب 100 مليون يبقى نيكولو باريلا ثمنه 400 مليون، مش ممكن. ضياء. انا شايف بصراحه روبن دياز عمل مباراه عظيمه جدا. رودري رقم واحد بالنسبه لي. وانا بصراحه رودري يعني شايف ان هو في اوقات كتيره ما كانش بياخد السنه اللي يستحقها. لسه كنت بتكلم معاك، في اوقات كتيره هو كان احسن لاعب في موسم السيتي وما كانش بياخد التقدير ده. رقم اثنين روبن دياز. روبن دياز انا عندي تقدير ليه زياده شويه عموما، لان هو مدافع عنده يمكن الصبغه بتاعه المدافعين بتوع زمان. ايوه. اللاعب اللي ما بيخافش يحط رجله قدام الكوره، اللي ما بيخافش يعمل تاكلينج، ما بيخافش يحط نفسه عشان يترقص. فدي حاجه مهمه في اي مدافع بالنسبه لي. فهو عمل مباراه ممتازه جدا، كان كويس جدا في العاب الهواء في اكتر من لقطه. فبالنسبه لي هو رقم اثنين. تمام. ثلاثه جندوجان. ايوه. الباقي في عليه يعني مثلا كبير. اراهنك لو انا براهنك احنا على الهواء اهو، لو هتجيب اربعه وخمسه وسته في حين تجيب من الفريق الخسران سبع لعيبه كانوا متفوقين. طبيعي. ما هو احنا بنتكلم اكيد على فريق فايز، واخد بالك عنده مشكله. انت بتتكلم على المدير الفني، اسف خد الوضع ده بس. واخد بالك، واخد بالك يا هاني. انت بتتكلم على الفريق اللي فاز ببطوله دوري الابطال، مش عارف تطلع منه ثلاث لعيبه كانوا متالقين النهارده. ايوه. طب ما هو هكذا تكسب النهائيات، مش لازم ان الفرقه كلها تكون عملت ماتش مثالي. خلي بالك انا مع اعتراض